الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحد عباقرة التلاوة في القرن العشرين الذي أسعد العالم شرقا وغربا تاليا للقرآن بأسلوبه المتجدد وفنه المبدع، حتى أصبحت له مدرسته الخاصة والتي تأثر بها كل الذين أتوا من بعده، الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي. أبدع مدرسة جديدة تنظم المقامات الموسيقية، تعمل مزج ما بين المقامات والقراءات وتفسير القرآن وفهم الكلمات اللي بتتقال والصوت والحنجرة، يعني علوم كثيرة متداخلة في بعضيها بتطلع في النهاية هي صوت الشيخ مصطفى إسماعيل. مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل النهاردة ما شاء الله لو تركز كده في 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 المقامات وفي الأداء هتجد إن معظم القراء الآن من مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى لو كان الصوت مختلف لكن المنهج والمقام نفسه تجده الشيخ مصطفى إسماعيل. كان يعني الفن عنده أساس كل شيء، يجد بأن من تواضعه أنه كان يحب القراء جدا والقراء يحبونه. جدي لما قابله في أحد السرادقات ليلة من الليالي، يعني كان الشيخ كبير في يعني كان أكبر، وكان الشيخ مصطفى إسماعيل لسه شاب صغير، فلما سمعه وقرب منه وطبطب عليه وقال له أنت هيبقى ليك شأن كبير جدا. عرف بصاحب النفس الطويل في القراءة، ورغم أنه لم يدرس الموسيقى إلا أنه أتقن المقامات بفروعها بصوت رائع وأداء قوي. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بيتميز الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاواته بصوته الرقيق الناعم اللي مجود انتقاله بالمقامات من مقام لآخر بطريقة يعني تحببك في سماع القرآن. ما فيش مقرئ اصلا في يعني في القران له مدرسه زي الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ مصطفى اسماعيل اكتر مقرئ الناس قلدته او المقرئين التانيين قلدوه، يعني هو حاجه فريده، يعني شيء لا يمكن وصفه على الاطلاق. يعني انا اقدر اقول لك ان انا يعني ممكن اعيش من غير المايه من غير الهواء، ان ما اقدرش استغنى عن صوت الشيخ مصطفى اسماعيل. يا ايها النفس المطمئنه قارئ مصر الأول وقارئ الملوك والرؤساء، اختاره الملك فاروق ليكون قارئا للقصر الملكي، كما كرمه الرئيس جمال عبد الناصر واصطحبه الرئيس السادات في زيارته للقدس تقديرا لموهبته، فاستحق أن يكون كروان المقرئين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، اللقاء يستمر في حضرة الشيخ مصطفى إسماعيل. أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد، لأن الحديث كان معك واضطرينا إحنا نقاطعك عشان الفاصل. كنت أتحدث عن علاقته يعني الشيخ بالشيوخ الموجودين لما جه، وكان هو طبعا في شبابه طالع يعني كالصاروخ، فعرف إن الليلة ديت الشيخ عبد الفتاح الشعشعي وهو كان يعتبر من كبراء القراء ساعتها، فسأل مثلا بياخد كام، 20 جنيه، هو خد 17 جنيه أقل منه تقديرا ليه إن هو لازم يقدر الأقدم منه، في حين أنه لو كان طلب أكثر من ذلك كان هيأخذ ما يطلبه. يعني خالتي إنجي بتقولي دي وقفت له لما كان هو كبير، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان
بيعمل ليله برضه ومدعين فيها الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ عبد الباسط اخذ اقل من الشيخ مصطفى، قال لهم الشيخ مصطفى 1000 جنيه لا اله الا الله، انا 800 مش عارف ايه كده يعني. النفوس كانت راضيه برضه في التوقيت ده. فهو عمل خير في وهو شاب، وقفت له هو برضه كبير في السن. واستكمالا للكلام اللي هو رسخ مبادئ يعني الشيخ مصطفى اسماعيل برضه، هرجع تاني انا حابب اوضح للناس شخصيته، هو كان عنده احترام لانه الناس بتحب تعرف الجانب اللي هم مش شايفينه، احترام شديد للكبير. لقوا ان مفيش مقرئ، الظروف الحياة اختلفت معاه إلا وهو كان الداعم كبير ليه، وكان كل القراء مفيش حد كان إلا كان لو حد على ظروف معينة يروح يحيي الميتم بتاعه، يعني اللي هي باللغة الدارجة بتاعنا اللي هو الأصل. عمل ابتدى يكلم القراء إن لازم يبقى ليهم يدعم الرابطة، رابطة القراء القرآن الكريم. يعني يوم لما جه من طنطا وكان ساعتها الشيخ الصيفي قاعد في الرابطة، كان سامع اسم على الشيخ مصطفى، فهو الترزي بتاعه كان هو جدي بيحب المظهر الجميل ويبقى لبسه حاجة في منتهى الشياكة يعني. فكان سامع ان في ترزي اسمه فتوح، فراح له قال له انت ليه مش مشترك في الرابطة؟ قال له طب قال له على عنوانها، راح رابطة القراء قبل الشيخ الصيفي، فلما شاف مظهره قال له لو انت شكلك حلو زي صوتك خلاص سمعنا حاجة، لو انت صوتك حلو زي لبسك سمعنا حاجه. ففعلا وجدي قرا واعجب بيه، فقال له الاشتراك كام؟ مثلا قال له جنيه، قال له خد 10 جنيه دعم. ليه؟ لان هو كان بيحاول يحافظ ويساعد كل حاجه تدعم خدمه القران. عظيم. لان هو كان مقتنع ان هو خادم للقران الكريم. الجانب الانساني انا هستزيد منه برضو معاك فضيله الشيخ احمد، لانه كما وضحت حضرتك انه القدر اسعدك ان انت يعني تعرفت عليه طفلا، وفي فتره لاحقه ايضا عندما نضجت يعني اسعدك الحظ ولزمت الشيخ فتره من الزمن جيده. فايه الجانب الانساني اللي ممكن ناس كتير جدا ما تكونش شافته او عارفاه في شخص الشيخ مصطفى اسماعيل؟ كان الشيخ مصطفى لو راح حفلة أو مناسبة وكان في قارئ فيها أقل منه كان يربط على كتفه ويحاول يعني بيبقى مضطرب اللي هو القارئ الزميل اللي معاه، لأن معاه واحد عملاق طبعا، فكان يهدئه ويربط على كتفه ويطمئنه كده يعني ويطمئنه. وأنا شفته مرة ومرات يقول له أنت هتاخد كام فلوس يعني، هاخد يقول له مثلا كذا، يجيب صاحب الحفلة ويقول له لا يزوده، زود الراجل اديله، لازم تديله. طبعا الشيخ مصطفى اسماعيل كلمته مسموعة عند صاحب الليلة، وكان يقول لما يرجع لأولاده مجبور الخاطر دي حاجة كبيرة قوي. وقال لي أنا بقى كان بينصحني نصيحة، قال لي أنا حاسس مرة هو بيسمعني في جامع إبراهيم في اسكندرية، كان السيد اللي هو ممدوح سالم ابن أخته توفى، وكان بتوع الشرطة خدوني أنا أقرأ أنا وقارئ من إذاعة اسكندرية اسمه الشيخ حسن إيه كده يعني، ما كانش الشيخ مصطفى هنا في اسكندرية. فأنا رحت أنا وأنا رايح لقيت الشيخ صوت الشيخ مصطفى بيقرا، ببص لقيته جه، يعني انا ما اعرفش انه جه ان جاي اسكندريه. فقعدت اسمعه ولمحني، حتى قعدت في الاخر ولمحني، بعت لي مصطفى عبد الفتاح ده كان صديق له وصديقي برضه، ورحت وخلص قال لي انا قريت في الجورنال النهارده وانا جيت اسكندريه، قلت له ما قلتليش يعني، قال لي انا لسه جاي. دي كانت بدايه تعرف حضرتك عليه؟ لا ده كنت اعرفه بقى من زمان. فقال لي انا قريت في الجورنال فجيت اجامل وانا مش قارئ اساسي، انت يا سيدنا الشيخ لا اله الا الله. لفت انسانيه. انا بقى مش همشي مش همشي الا لما اسمعك. دي طبعا اديتك دفعه معنويه قويه. هسمعك في ليله. فيوم قريت سوره السجده انا فاكر اخر سوره لقمان، اخر ايات من ايتين من سوره لقمان، ودخلت في سوره السجده كله هو قاعد مبسوط ومنبهر وفرحان.
يعني كان احنا معانا مجموعه من الصور اللي حضرتك كان مع الشيخ مصطفى اسماعيل، وقال لي قال لي ايه، انا حاسس ان انت هتتشهر في يوم، بس انا عايز منك حاجه. الظاهر زي ما الناس قالوا له زمان، قال لي تستقيم وتبقى تعرف ربنا. ده اللي قال عليه الشيخ مصطفى، لما يكون واحد معاك قارئ لازم ترجعه لوراده مجبور الخاطر عشان ربنا يكرمك. سبحان دي الله. انا سمحتها منه قالها لي. وهنا برضه هو بيعلي جانب اخلاقي مهم جدا. احنا معانا مجموعه من الصور ربما جامعه حضرتك مع الشيخ مصطفى، فاذا حبيت انت تعقب عليها وتعلق عليها وتفكر الناس بيها. كنا ماشيين الصبح، كان بيمشي ساعتين، يعني هو الدكتور قال له امشي ساعه بقى يمشي اتنين الصبح. يعني نمشي ايه يعني، مشينا من رشدي لغايه مثلا محطه الرمل دي يمكن ولا 15 كيلو في اسكندريه رايحين جايين في ساعتين. وبعدين يرجع. دي صوره برضو كنت انا لابس طاقيه كده، الطواقي الشبيكه دي كانت طالعه جديده قوي، كانت حاجه ملفته يعني ايه اللي في السبعينيات، فانا لابسها. وكان هو في ليله في اسكندريه وانا حاضر، ويومها انا ايه لا ما قريتش في دي، في واحده تانية انا قريت وياه فيه، مش وياه مدعو، لا دي كانت في محرم بيه عند صديق له اسمه ابراهيم الكحكي، وكان في ذكرى والده او في 40 والده او حاجه كده. واتصورنا واحنا في الصوان بعد ما قرى الربع الاولاني. في صور تانية دي في جامع اولاد الشيخ في محرم بيه، يوم ما قرى سنه 70، يوم ما قرى صوره لقمان اللي احنا مسمينها لقمان موديل 70، ما هو عنده لقمان عندنا اكتر من نسخه من لقمان، كل واحده شكل، كل واحده مختلفه عن الثانيه. فدي لقمان 70 لها مذاق معين، والثانيه لها مذاق اخر، وهكذا. فتوحات ربنا يفتحها فتوحات. دي بقى في الحاره الواسعه في منطقه اللبان. انا كنت بروح قهوه في قهوة الجمهورية في المنشية، وكنت لسه ما عرفتوش المعرفة بقى اللصيقة اللي هي سنة 70. بروح في الستينات، كنت في ثانوي مثلا في المدرسة، واروح القهوة دي بتذيع للشيخ مصطفى ركن كده ورا القهوة، أوضة وفيها عم محجوب، وتشرب مشروب وتقعد تسمع شريط اتنين تلاتة. فكنت انا اقعد لعم حجوب اختار، عم حجوب هات لي الصوره دي، هات لي الشريط ده، هات لي الشريط ده. فالراجل عارفني، عاملين ركن خاص بالشيخ مصطفى. فانا مره رايح كنت اروح المغرب، قال لي انت جاي تسمع ده هنا؟ قلت له فين؟ قال لي ده في الحاره الواسعه، حته اسمها الحاره الواسعه في اللبان. اركب الترماي رقم مش عارف 4 ولا رقم 3 ولا ايه، جري وروح وتنزل في محطه ايه، سبت الشرايط وجري وسبت ودي عندي ايه سيدي على السماك، الصورة دي في اسكندرية برضو؟ في اسكندرية كنت انا قلت له تعال اقرا في الجامع اللي انا بقرا فيه الصورة في يوم الجمعة. ودي بعد الجمعة كنا بنتغدى بقى عندي سيدي احمد زين العابدين السماك اهو، وانا قاعد بينهم الاثنين، وكان بيقشر تفاحة تقريبا. حتى كان التفاح ايامها ما فيش تفاح امريكاني، ايام كانوا في يعني عاملين حجر على الاستيراد الحاجات دي ايام الرئيس السادات. فكان الدكتور حساب ده نسيب الشيخ زين السماك ومن مريديه عنده مستشفى حساب في محرم بيه، فكان الليبيين بيجيبوا تفاح صناديق، فجبنا صندوق من عندهم نفحه من عندهم، فهو شاف قلت له التفاح، وبعد ما اتغدينا بقى فقلت له التفاح اهو، قال لي الله جبته منين ده؟ هو ما كانش هو شافه كان زمان في الاربعينات بقى والخمسينات وحاجات، وبعدين اتمنع فلقاه قال الله جه منين؟ لكن في دنيا تلاوه فضيله الشيخ احمد، كان ليه نصايح ليك او توجيه ليك في الفنيات بتاعت القراءه، في كيفيه القراءه؟ لا مره انا فاكر كان في عنده شقه اعتقد بتاعت بابا علاء وعمر في الازاريطه في اسكندريه. نعم. فانا رحت كنت بروح له هناك، هو كان بره، وكان مصطفى عبد الفتاح صديقه ونديمه وحبيبه قاعد، فانا رحت فمصطفى عبد الفتاح قال لي ما تقرا، فانا قريت سوره قاف والقران المجيد بقلده، اتاريه هو طالع على السلم. فطلع بيبص لاني بقول قاف بنفس ادائه، قال الله انا والله بحسبه شريط والله العظيم هذا حصل، وانت بتاع الكلب انت تقلد صوته يعني ايوه فاكرها. فقعد وقال لي استمر عاوز اسمع،
فسمع فقال له يا مصطفى ده صوته مفتوح لفوق، ده صوته واسع ده يقول كل حاجه ده، ربنا بس ياخد باله من نفسه ومعرفش ايه، وقعد ينصحني نصايح مفيده طبعا. وكان انا وانا قاعد في الليله قدامه كنت احترمه، ما اقراش هو موجود ابدا، يعني المره بتاعت الحاره الواسعه اللي صمم عم احمد خليل ان ايه، اول مره كانت المعرفه بقى اللي كنت قاعد جنبه على الدكه، اول مره كنت انا في جاي من عند عم محجوب، انا نسيت سبتك في القهوه، جاي من القهوه لسه ما اعرفوش بقى. انا اعرفه من طرف واحد سنين عدد معجب وبروح وراه في كل حته، لكن دي كانت المحك والشراره الاولى للمعرفه. ان عم احمد صمم احمد خليل السميع ده كان بيسمعني في جامع في الابراهيميه، كان جامع عبد المنعم رياض، عاوزين يعملوا جامع للفريق عبد المنعم رياض ايام ما استشهد، شوف سنه 69 شوف امتى. فكنت اقرا وعم احمد خليل يدك. فعم احمد سمعني، فلما شافني قال لي يا شيخ مصطفى على فكره الواد ده بيقلدك، والله يا ريت تسمعه. والح وانا اقول لا واتمنع ليه؟ احتراما ليه؟ مش انا اقرا قدام الشيخ مصطفى جلالا واكبرا ليه؟ اقرا قدام الهرم ازاي؟ ما ينفعش، مش زي دلوقتي واحد ما يعرفش يقرا حاجه يجي يخرم عيني كده ويقول ويقرا جنبي وهو ما يعرفش يقرا اساسا. طب انا كنت اعرف اقرا ايام الشيخ مصطفى، ايام عم احمد بيقول عم احمد خليل، كنت عامل كنت حافظ القران كله ومجود وبتعلم على الشيخ على الشيخ عم مستعد في الحاره في الانفوشي القراءات. يعني رغم ان انا كنت متعلم لكن احتراما لكن احتراما له كان فيه اصول ما لا يجب ان الواحد يا ريت الاصول ازاي اقرا ازاي اقرا قدام الشيخ قدام الهرم ده لا. فعم احمد صمم تصميما والشيخ مصطفى لقيته سمح، يعني مش ممكن ان حد. فقريت كانت المعرفه ازاي بقى؟ قريت سوره الزخرف والدخان، وبعدين قلت فارتقب في اخر القراءه، فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. التلات ايات في نفس. فانا قلتهم ازاي؟ قلتهم ولا اعرفش ولا اعرفش المقامات خالص، انا ما اعرفش، انا ناقل منه. بدات للجركه مقام الجركه، ورحت طالع على 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 الصبا فوق بس باحساس، مش باحساس بعلم، ورحت نازل على الجك زي ما بيعمل. اما هو قال الله الله الله، راح قال العمه كده اهو تقديرا وتحيه لي، قال لي تعال شوف الصوره اللي كانت احنا قاعدين جنب، تعال انت عارف انت قلت ايه؟ قلت له ما اعرفش والله. مقام ايه ده؟ قلت له والله يا سيدنا الشيخ انا ما اعرف لسه بقى، سيدنا الشيخ مش واخد عليه ولا بقول له حضرتك ولا بتاع ولا كده ولا كده، والله انا ما اعرف. قال لي الا قلتها ازاي دي؟ عرفتها ازاي؟ قلت له من عندك. هو الملهم بالنسبه لحضرتك من عندك. انا قلتها كده زي ما هي كده انا اعرف. قال لي ده انت قلت كده. عم احمد خليل خدني بقى في الربع الثاني، كان هو قرا الربع الاولاني. الربع الثاني قعدت عند جنب عم احمد زي هو ما اتعلم بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك حتى انا لما زي ما اتعلم لما عملت الثلاث ايات الاخيره، انت حضرتك بتقول ما كانش عندك علم بالمقامات، لكن ما اعرفش هو لكن زي ما اتعلم وقال. انا قعدت جنب عم احمد وكنت سمحته ان هو قال انا اتعلمت ازاي، ما سمحتهاش الا بعدين. فقلت له عم احمد هو قال لي ايه؟ قال لي يا واد انت قلت جركه وصبا وجركه تاني قفلت عملت عامله كبيره قوي. فقلت له امال هو بيقول ايه؟ قال لي ده بياتي انا بقوله والموهبه موهبتي موجوده علمت عليه حطيت ايدي ان المنطقه دي بياتي. انا طبعا بفطرتي لما غير قلت له ده غير ايه ده بقى اللي غيره ده؟ يقول لي ده صبا. فبدات طريقه التعلم تجد تكون شبيهه كما علم نفسه الشيخ هو قاعد جنبي بيحيي الشيخ مصطفى بيشجعه وبيسال بيقول لي بطرف لسانه دي جواب الصبا ده مش عارف ايه، وانا القط الحاجه اللي يقولها في دماغي نفس الطريقه تقريبا. طب احنا معانا قراءه اخرى نادره لفضل الشيخ مصطفى اسماعيل من مسجد الحسين في عام 1965، ايضا نستمع ونستمتع بيها ثم نعود الى ضيوفنا.
وجعلنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض طبعا ده كان جزء من التراث لفضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، وده هدفعني ان انا اسال الشيخ محمد والشيخ مصطفى او الاستاذ محمد والاستاذ مصطفى الكلمة فضيلة الشيخ احمد، انه احنا كان عندنا لقمان 70 ولقمان 69 مثلا وما شابه، ده بيدفعني اسال حضراتكم هل يعني في تراث جامع لكل قراءات الشيخ موجود عند حضراتكم او في العيلة، او مهتمين ب تأريخه أو تقصيره يا أستاذ محمد؟ طبعا هو الفضل لازم ننسبه لأصحاب الفضل. السميعة اللي سجله للشيخ مصطفى إسماعيل هم أصحاب الفضل الأول للحفاظ على تراث الشيخ مصطفى إسماعيل. منهم الأستاذ إبراهيم قاسم، وده اللي أنا أعرفه يعني ظاهر، يعني أنا أعرف إن هو على كان شغاني جدا، بس اشترى جهاز في فترة من الفترات اللي مش متداول أبدا، جهاز تسجيل. جهاز تسجيل. وكان من احد الاسباب هو وغيره، في ناس في اسكندريه سجلت وهو كان بيسجل في القاهره ابراهيم قاسم. فرب لازم نذكر ان يعني هم ربنا سبحانه وتعالى سببهم، لان انا على حد علمي ان جدي ما كانش مهتم بالموضوع ده نهائي، ملتفت للمساله خالص. يعني ان هو يسجل لنفسه او حد ماشي معاه يسجل له كده، ولا كانت في دماغه خالص. يعني حتى ليه تعبير لوالدي انا لو جوز بنته، بيقول له يقول له يا مصطفى يا ملالي اتدلقت في الهوى. يقول له كده يا ملالي اتدلقت في الهوى. بس الحمد لله في بعض السميع اللي هو زي الاستاذ ابراهيم قاسم سجله، وبعد كده بقى خالي عاطف لما رجع من المانيا سنه 73 ولقى ما فيش شريط واحد في البيت تقريبا، عمل بقى يعني مجهود يعني جبار. تاريخ مؤخر لحد 73 ما كانش فيه تقريبا، يعني جه بيقول له فين شرايط ابراهيم الكحك بقى في اسكندريه طبعا. كان اشترى برضه الكوردر غالي جدا الوكر، وانا حضرته لما اشتراه وعنده تسجيلات كتيره جدا خدها. الاستاذ عاطف راح وانا حضرته بينقل بقى ينقل. يعني طب استاذ مصطفى في المساله دي يعني تقريبا الاستاذ عاطف خالكو هو اللي اهتم بالمساله دي، يعني خال الاستاذ محمد وعم حضرته. انكل عاطف كان ليه دور كبير، والاسره كلها برضه بتجتهد ان احنا عن طريق ان هي في النهايه كلها مجهودات فرديه وعلاقات. يعني تلاقي حد من مثلا يقول لك ده انا الشيخ مصطفى في تسجيل ليا في المنصوره في حاجه في المحل. ايوه بس لحد سنه 73 ده تاريخ متاخر في جدا. في قبل كده لا انا قصدي ان انتوا بقى مع كامل احترام ليكم يعني اتحركتوا متاخر جدا. لا هي ان انتوا تبداوا تأصلوا مكتبه للشيخ مصطفى. لا هي مش بالشكل ده. هي حضرتك ان الناس اللي احنا نقلنا منهم واخدنا منهم التسجيلات اوريدي في حاجات من الاربعينات، يعني في حاجات زي التسجيلات اللي حضرتك زعتها مثلا اللي هي سنه حاجه 40 اللي هي سنه 47، ما هي دي برضه عن طريق سميعه. انا مستوعب ده ان هو متسجله من سنه 40 وكده، ده انا قصدي انه ربما كنتوا اتحركتوا من تاريخ مبكر يعني بدل السبعينات. خلي بالك كان ساعتها في حاجات كتيره جدا، ان الشيخ مصطفى كان بيطلع ليالي في الصعيد وفي المنيا وسوهاج واسيوط وارمنت. كل ما كانش التلفزيون ما كانش منتشر في الحاجات دي خالص. دي كان كلها ما فيهاش كهرباء. مصر كانت يعني الكهرباء دخلت في الريف، والريكوردرات برضه كانت عزيزه. لا وما فيش حد عنده. وانت بتتكلم ان في وقت من الاوقات كانت الريكوردرز الحاجات اللي هي الجروندنج والحاجات الكبيره دي كانت ثمنها 8 ثروه.
يعني كنت تنزل القريه المصريه ما فيهاش غير راديو واحد او راديوين. الجرنان كان ب 100 جنيه مثلا، 100 جنيه دي كانت في التوقيت ده تجيب عربيه مبلغ. كانت في الوقت ده. فالوعي ده والادراك ده للاسف جه متاخر، ولما ابتدوا يلموا فيه لمينا اسهامات. لكن دي النقطه اللي انا كان نفسي اضيفها، ان حاجه بحجم قامه وقيمه الشيخ مصطفى اسماعيل ما ينفعش اسرته بس اللي تعملها، ده نهائي. وفي اي دول العالم كده العباقره بتوعهم الدوله بتحافظ عليها. الدوله في انجلترا مخليه متحف، نرجع شكسبير بيته متحف، مين في المانيا نرجع للموسيقيين بيتهوفن بقاله 500 سنه وشوف حضرتك لسه الناس كلها مثلا، او شكسبير ونفس الحكايه دي. احنا عندنا في مصر يعني في قامات، حضرتك بتتمنى على الدوله طبعاً او على الاذاعه المصريه التسجيلات. انت لا تتخيل حجم التراث، واحنا كنا في برنامج من امبارح وقلنا نفس الكلام، حجم التراث اللي موجود للشيخ مصطفى اسماعيل في مكتبه الاذاعه والتلفزيون. ليه؟ يعني لمصلحه مين الكلام ده؟ هيسيبوا الشرايط؟ تقصد ان هو موجود ولا؟ طبعا موجود، لكن في لكن ما خرجش للنور، يخرج ما خرجش للنور. احنا عايزين يخرج. التسجيلات دي موجوده من ضمنها، لان في ناس مسجد الحسين دي في في ناس كتير جدا ادت اهدايات، وفي حاجات كل قراءاته يوم الجمعه من ساعه لما التلفزيون انشئ ما متسجل. طب انتوا من حقكم كاسره الشيخ مصطفى، مش من حقكم ادبيا ان انتوا تطالبوا اتحاد الاذاعه والتلفزيون او الاذاعه ان انتوا تاخدوا على الاقل نسخه منه؟ احنا حضرتك دورنا، احنا هيبقى قمه نجاحنا ان الشعب يبقى عارف مين الناس دي، مين الشيخ مصطفى اسماعيل ده. الشيخ مصطفى اسماعيل ده كان ليه دور في الخمسينات والستينات. انا قصدي استاذ مصطفى، اذا كان فرض جدلي هناك مثلا امور قانونيه او امور حاكمه لكيفيه اذاعه هذه التسجيلات، احنا الامور عايزين حضرتك تتم كلها بصوره. احنا في النهايه ده تراث لمصر، فخروجها مثلا او حصولكم على نسخه ربما مساله النشر او خروجا للناس من اسهل ما يكون الان، يعني وسائل الاتصال احنا ده اللي متعدده، وسائل التواصل الاجتماعي ده اللي ممكن انتم تنشروها باسهل ما يكون يعني. تمام، ده اللي احنا بنتمناه، يعني ده اللي احنا بنتمنى ان الدوله بتتحرك معانا. وال بس برضه حضرتك ما قلتنيش من حقكم تاخدوا نسخه من الحاجات دي من التراث ده؟ والله هو انا علاء كان حاطه على الفيسبوك من فتره ان في مدير التلفزيون تقريبا انا مش فاكر اسمه، وكان عمل بوست على الفيسبوك ان هو هيساعد في اخراج كل الثروة الموجودة في التلفزيون للشيخ مصطفى اسماعيل وهيزعها. انا قصدي استاذ محمد دي برضه هتكون مرهونة بشخص طبعاً. بشخص الشخص هي حاجة التسجيلات دي لكن انتوا كورثة للشيخ الراحل معرفش هل حقوقكم ادبيا ان يكون عندكم نسخة؟ وطالما يعني انتوا حصلتوا على نسخة من السهل نشرها، طالما انتوا عندكم حقوق الملكية ليها يعني. احنا قانونيا مش عارفين الموضوع ده، لكن هي بمنتهى البساطة هو حاجة ملك التلفزيون. لكن التلفزيون هو هيمتلك حاجة لنفسه ليه؟ هو بينشرها، هو عايزين يزعها بس، يعني احنا عايزين الحاجات دي تذاع لسبب ان ده استكمال. يعني الشيخ مصطفى اسماعيل ده بالنسبه لينا وبالنسبه للدوله المصريه هو رساله عملها، هو احب مهنته اخلص ليها، قدر من خلال اجتهاده. بس هو واضح برضو في كلام حضرتك قبل ما نطلع فاصل انه في شيء من العتاب اذا صح التعبير للاذاعه، انه في كنوز طبعًا. كنوز من تراث الشيخ طبعًا. لم تخرج للنور. انا ليا برضو في يعني حاجات كثيره جدا مهمه الناس لم تستمع طبعًا. لو في عتاب في العتاب كتير في اذاعه القران الكريم. هنخرج لفاصل بس ما بلاقيش حصه للشيخ مصطفى اسماعيل تليق بمقام الشيخ مصطفى اسماعيل. ما هو من ضمن الاربعه الكبار. لا المرتل ماشي، المرتل خلاص ماشي في دوره. انا بكلم على المجود، المصحف المجود. الشيخ مصطفى اسماعيل يعني ما اعتقدش واخد حظه في اذاعه القران الكريم. حضرتك لما تطلع فاصل انا عايز طيب نخرج لفاصل ونرتب افكارنا في الفاصل ده للجزء الاخير من هذه الحلقه. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود اليكم مجددا.